ديشا سيطري على حالك، ليش ما عم تفهمي؟ أنت اللي مو فهمان، بدك تسمعني وتفهم علي. أنا متأكدة وكثير كمان، فير قال شي للماما بآخر لحظة خلاها تقول الحكي اللي قالته قدام العالم. أنا متأكدة إنه الماما اليوم كانت مجبورة تقول إنه هي كانت بدها تلغي عرس تشافي. رجاءً فكر بالموضوع شوي، في كثير ناس معزومين والماما أكيد ما كانت رح تتصرف هيك بدون دليل. هذا الشيء مو أول مرة بيصير، نحنا كلياتنا صرنا منعرف طريقة تفكير أبرجيتا. هي بتعمل أي شيء لحتى تاخد يلي بدها إياه. حالياً من مصلحة الكل إنها ما تحضر. صدقني ما بعرف شو عمل لجبرة. احكي الحقيقة، احكي الحقيقة. وشو قلت لأمي لغيرت كل كلامها بآخر لحظة؟ خلص ديشا، تركي خلص ديشا تركي. بعرف ديشا، بعرف إنه أنت كمان بتحبيها لأمك، بس هي اعترفت وهذا المهم، لهيك خلصنا. يعني بلا ما نكبر الموضوع، ماما ما غلطت بشي، أنت الغلطان. خلص بكفي. إذا هاي هي الطريقة اللي عم تعاملونا فيها هلأ بعد ما يتزوجوا، شو بدكم تعملوا؟ إذا لسه بسمع كلمة واحدة ممنيحة عن ابني رح خليكم تندموا. عم تفهموا علي؟ طول بالك سونيل، لو سمحت وطي صوتك، هذا بيتي وهي بنتي، وأنا ما بسمح لحدا يحكي معي أو مع بنتي بهي الطريقة، لهيك لو سمحت انتبه منيح. تعالي معي ديشا، أنا كم مرة قلتلك إنه لازم تتعلمي كيف تسيطري على غضبك؟ بس هذا هو الشيء الوحيد يلي بشبهك فيه، وكمان هذا أكتر شيء بكرهه بحالي. أنا بدي أكون بشبه أمي أبرجيتا، منك ما بدي أي شيء. ولا شيء. آشا امشي، تعي. ليش هيك عملتي ماما؟ ليش؟ الدليل الحقيقي بين ايديكي ومع هيك ما رضيتي تكشفي لفي. إذا مرقوا ما اعترفتي قدام كل الناس إنه أنتي عملتي هيك أصلاً، رح خلي سمعت بنتك بالأرض، بس انشر الفيديو رح يعمل ضجة أكبر. ماما أنا متأكدة إنه مو هيني وفير ورا تغيير رأيي، إذا هيك القصة أنا بفرجيهم لهدول. ما بدي أحكي بهذا الموضوع اليوم. أختي بظن إنه لازم نترك ماما لحالة اليوم. ماما؟ 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 بالعادة ماما مستحيل تنام لهذا الوقت المتأخر. شو ماما؟ في أختي؟ ماما ما عم تفتح الباب. شو؟ ماما؟ ماما؟ هاد مقفول، الماما ما بتعملها، وهاد النهار مهم كتير. ايه؟ بالعادة ماما بتفيق قبل طلوع الضوء، بتحضر كل شي عندها للشغل. ماما؟ ماما 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 عشان ماما بعمرها ما قفلت بابا، في شي غلط لازم افتحه، لازم فورا. ماما, ماما. هاتي الملقط. ماما ماما ابو شو فيك شاي؟ ليش انت نايم هون؟ ليش ما نمت بغرفتك؟ ما قدرت نام امبارح امي، ضليت طول الوقت عم فكر ليش ابو عملت هيك. خليتها تطلع من بيتك بس ما فيك تطالعها من راسك. عم بتفكر فيها انت ونايم؟
لا أمي، ماني عم فكر فيها. أصلاً انزعجت لأنه هي إجت على بالي. مو مفهوم ليش ملاحقته لفير بهي الطريقة. كل مرة بتحاول تثبت إنه هو غلطان بتقوم بتفشل. بس ليش هي ما بدها تشافي وفير يتزوجوا يا ترى؟ بعرف ما قدرت تثبت اللي هي بدها تثبته، وبعرف إنه كل ما بتخطي خطوة لقدام بتضطر تتراجع بعدين، بس هي مستحيل تغلط بخصوص فير لأنها أم، وإحساس الأم ما بيكون غلط يا ابني.